السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد هبلة، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. يبقى عيد سعيد عليكم كلكم، وكنت هعمل لكم فيديو أقول لكم كل عام وأنتم بخير، لكن لقيت الأفضل إن أنا نديكم معلومة جديدة إن شاء الله. وكان من الأسئلة اللي حد سألها لي موضوع الـ 3D برينتر زي اللي موجودة دي، وكان الموضوع ده ليا فيه الحمد لله تجربة، فأنا حبيت أنقل لكم التجربة. كانت بالنسبة لي ممتعة جدا طبعا، كانت فترة جميلة جدا اللي أنا كنت داخل في تحدي، وكان معايا مهندس ساعدني طبعا إن إحنا نعملها، اتعملت ونفذناها الحمد لله هنا في المركز. المهم الفكرة فيها تجربة وفيها نقطة كده أنا كنت نوهت عليها قبل كده، لكن أعتقد كده بشكل عملي إحنا هنتكلم على موضوع 3D برينتر وهتكلم على التجربة. خلينا نتكلم على التجربة الأول. طبعا إحنا كنا يمكن زي أي حاجة بتنزل جديدة أنا سمعت عنها وشفت حاجات عنها على الإنترنت، وكانت يعني فعلا حاجة معجب بيها جدا وموهوم بيها جدا، اللي هي مكنة بتقدر تعمل نماذج. طبعا دي نماذج كتير، هي دي بعض النماذج يعني اللي هي الصغيرة اللي هي بتعملها كويس. دي نماذج يعني هي بتعمل، ممكن تعمل تروس، في حاجات أكتر، لكن يعني دي الحاجة اللي كانت قريبة مني هنا. تعمل نماذج أي حاجة، تعمل تماثيل، تعمل تروس، تعمل أي حاجة، هي تقدر تنفذ أي حاجة. أي حاجة أنت تتخيلها هي بتنفذها لك، بتصممها وبتنفذها. يعني انت بتصمم الفكره وتديها اوردر، اوكي خلاص بتعملها لك بالظبط، يعني زيها بالظبط، يعني ما فيهاش اي جدال كويس. فكانت حاجه زي كده كانت طبعا عجباني من زائد ما هي يعني كانت موجوده، وكانت يعني الفكره عجباني جدا كويس، لحد ما ربنا سهل وقابلت مع المهندس. كانت بنتكلم احنا ممكن نعملها، طب القطع الغيار هي مش موجوده، ممكن نلاقيها. الحمد لله قدرنا نلاقي قطع الغيار دي، يعني بتفاصيل كده الحمد لله، كانت تحدي والحمد لله كانت حاجة كويسة جدا. اللي معلش يعني انا نفذت النموذج ده كان اقل من ثمنه مثلا، قول مثلا حوالي 5-6 مرات، ده يعني لما اتعاون مع شركة في مصر كمان، يعني ده كان اقل من ثمن اللي بينفذ بشكل رهيب. يعني غير بقى لو انا اشتريتها من بره يبقى اقول قد 8-10 مرات مثلا، ده بالنسبة للتكلفة كويس. كانت التجربة حلوة في ايه؟ او ايه التحدي اللي انا بتكلم عليه؟ اللي انا الباشمهندس تعاوننا وجبنا بعض القطع الغيار وعملنا الخشب. احنا طبعا عملنا الخشب دي على فكرة، وما زال برضو الموضوع دي نموذج كويس وممكن نطور عليه، ممكن نزود عليه. احنا طورنا عليه في بعض الحاجات الميكانيكية، يعني احنا طورنا بعض الحاجات هنا وغيرنا فيها كويس. يعني ممكن المكنة دي يبقى فيها حاجات هي مش موجودة عند حد تاني، ولسه يعني يمكن كل ما هي تبقى عندي فترة وافكر شوية اللي اعمل فيها حاجة بطور فيها جزء. المهم احنا لما عملنا الاجزاء وجهزناها وكده، هو جاء في يوم جاب لي كل الحاجات دي وقال لي بص خليها عندك، انا مسافر، مش فاكر كان مسافر هيقعد اسبوعين ثلاثة حاجة زي كده كويس. فقال لي بص المكنة عندك خليها لحد ما اجي، او لو عايز تجرب جرب كويس. هو عارفني طبعا كويس، فبعد كده ادالي مجموعة من الفيديوهات الكتير لتجميع الفكرة والبتاع ده والتوصيلات والكلام ده كويس. قلت له تمام ماشي، قلت له بس يعني مش عارف انا هل ممكن اجرب يعني حاجة انا اصلا ما شفتهاش واتقفلت قدامي قبل كده، هل هقدر اجربها وهي قدامي الاجزاء دي كلها؟ وكانت طبعا كل حاجة من دي اجزاء لوحديها، يعني كلها اجزاء، كلها تركيبات غريبة برضو كويس. المهم فانا ايه خدت الفيديو تمام، وجيت اتفرج على اول واحد، بعد كده قلت لنفسي طيب يعني كان ساعتها لسه في عندي فتره ما عنديش فيها شغل او كده، قلت طيب هو انا اتفرج اشوف بيعملوا ازاي واجمعها. بعد كده قلت ايه، طب ايه المشكله، طب ما اجرب اجمعها من غير ما اتفرج على فيديوهات. فقلت لا يعني هو العلم الصح انك تتعلم وتعمل، انا بقول اكلم نفسي. بعد كده قلت طيب ما نجرب، هو ده تحدي، طب ما نجرب التحدي، ايه المشكله؟ يعني انا احب قوي الحاجات دي الاكشن، يعني قلت طب ما اجرب التحدي، اجرب اللي انا احاول اقفلها وانا مش عارف، وافكر وكل حاجه احاول افكر فيها. انا مش هشوف الفيديوهات دلوقتي، هشوف الفيديوهات بعد ما اخلص. وبالفعل بدات اجمع فيها واجمع اجزاء، اجمع اجزاء، اجمع اجزاء. بدات احاول اشغل حتى الكهرباء، وصلت معظم الحاجات بدون ما ابص على الفيديوهات، رغم ان انا يعني بقول على نفسي لا انا ما اعرفش الالكترونيات حاجه، لكن معنى زي يعني ده انا شايف نفسي انا ما اعرفش، لكن الحمد لله عندي معلومات.
اجتهدت ان انا اجمعها، وكان عندي هدف ومستميت عليه ان انا لازم اجمعها بدون ما اتعلم. يعني انا احاول اجتهد واتعب دماغي، ايه المشكله وافكر دي بتقفل ازاي واجرب حاجات واجرب. الحمد لله قفلتها لحد ما بشكل كبير. لما جاء الباشمهندس وبدات اكلمه على الانترنت وبدات ساعتها اشوف بقى الفيديو، لان انا قفلت خلاص وهوصل كهرباء يعني. فلقيت الحمد لله معظم الحاجه صح، اعتقد كده الكهرباء كانت كويسه، الميكانيك الحمد لله تمام 100%. يعني اعتقد انا قفلتها بالكامل، كله تمام ما فيهاش اي مشكله. لما جاء الباشمهندس شافها تمام، جربناها بدات نجربها فعلا. يعني احنا فعلا هو جاء جربنا بقى عملي، هو كان بس ايه ناقص يجيب لي السلك ده. قلت له طب ما تجيب لي السلك عشان اجرب فعلا، يعني انا هموت وعايز اجيب من النوع السلك ده علشان اجرب اول تجربه واعمل اول نموذج بيها. وجمعتها فعلا وانا ما عنديش عنها معلومات، لكن القرايه والمعرفه والتجربه، ما انا كتير بوضح وبقول النقطه دي. انا اسف يعني، انا ايه يفرق بيني وبين حد تاني ممكن معايا مثلا خمس براءات اختراع وانا معايا خمس براءات اختراع، كويس؟ هو في نفس سني وانا في نفس سنه، انا في نفس الدراسه وهو في نفس الدراسه مثلا، ايه اللي يفرق؟ الخبره. والخبره بتيجي منين؟ من التجارب. عشان كده كتير بقول لك جرب واعمل تجارب وتحدى نفسك. طب انا كنت ممكن عادي استعين بحد تاني اقول له قفلها لي وادي له مثلا تكلفه، او استنى الباشمهندس ثلاث اسابيع واقول له قفلها وخلاص. يعني دي ما فيهاش مشكله، كنت ريحت دماغي. بس معلش انا ليه اريح دماغي؟ لا يعني كل ما انا بشغل دماغي، وعلى فكره انا مش دي مش حاجه واحده اللي انا بعمل فيها التجربه دي، لا انا عملت كده في حاجات كتير جدا. انا عملت كده في عربيه بجد، وكان يعني بعمل فيها صيانه، مش انا بعمل فيها صيانه طبعا، الميكانيكي بيعمل فيها صيانه وتعمل فيها عمره وكده، فاتحلت. وجيت فتره كورونا لما كان ما فيش شغل ولا في اي حاجه، انا بدات اعمل في العربيه بقى صيانه زياده عن اللزوم شويه، وانضف التراب واتحلت خالص. بدات انا اقفلها بنفسي وانا ما عنديش معلومات برضه عن العربيه، كويس؟ يعني ما عنديش معلومات عن الحاجات دي، تقفيل الحاجات دي حاجه مش سهله. لكن العربيه طبعا بدات اشوف الكتالوج واشوف حاجات، لان فيها حاجات فيها فكر. يعني انا اتعلمت من الموضوع، لان في فكر الماني في الموضوع. يعني العربيه فيها فكر، كان لهم ايه، تلاقي لهم تصور معين في تركيب الحاجات، عشان ما تبقاش ايه، تبقى العربيه متقفله فيها حاجات مش ظاهره. يعني انت مش هتلاقي كل حاجه فيها مسامير، في حاجات راكبه انت مش عارف راكبه ازاي، في حاجات راكبه باتجاه معين مثلا تتقفل تتركب وتتسحب قدام يمين او كده وهكذا. فكتير بتكلم على الخبره والتجربه وانك تريح دماغك. ليه؟ احنا بنفكر، مش احنا عايزين نخترع، مش احنا عايزين نبتكر؟ يبقى ما نريحش دماغنا. لقيت فرصه انك تجرب في حاجه، جرب. ويعني ايه ما تشغلش بالك، جرب وتعلم واتعب شويه، لكن ده هيديك خبره. انا بقى الحمد لله عندي خبره، اقدر اعمل واحده ثانيه وثالثه. لا ده بالعكس، مش كده بس، الموضوع ده والطريقه والسيستم ده هو اللي في الفكره دي بيشتغل على السي ان سي. دي مكنه ثانيه بتحفر معدن، يعني هي نفس النظام ده لكن بتعمل معدن. يعني دي تعمل تروس وتعمل حاجه، كل حاجه بلاستيك، كويس؟ لكن في مكنه ثانيه بتعمل معدن. سيستم قريب من بعضه بشكل كبير. الروبوت برضو نفس السيستم على فكره. القلم اللي بيرسم، مش في رسم الكتروني، حاجه بترسم الكتروني، برضو نفس السيستم. هل لما انا اتعلمت دي افادتني؟ لا طبعا افادتني، يعني فتحت معايا اكتر من ماكينه واكتر من حاجه. حتى بقول حتى الروبوتات برضو فيها جزء من الفكر بتاع المكنه دي، حكايه الاكسات اللي هي بتتحرك يمين، يعني زي ما انتم شايفين كده يمين شمال فوق تحت. فلما تيجي مثلا تتحرك كده وفوق وتحت وقدام وورا، كويس؟ لو جينا نعمل مثلا شكل مربع، احنا بنتحرك قدام وتحت وكده نقفل مربع ونطلع هناك نقفل مربع تاني وهكذا. وهي بتشتغل بنظام اللير، نظام اللير اللي هي بتعمل يعني خط رفيع، يعني هي بتلف تعمل خط رفيع، تلف تعمل خط رفيع تاني، خط رفيع تالت. فتلاقي مثلا دي خفيفه، يعني انا لو نفخت في دي هتطلع هوا من الناحيه التانيه. يعني تخيلها اللي هي عامله زي الشبك الى حد ما، لكن هي عباره عن خطوط تحت بعضيها. طبعا استخدامنا للمكنه دي في الاختراعات والابتكارات طبعا مفيده جدا، كويس؟ بحيث ان انا في حاجات انا مش هقدر اعملها او ما اتعملتش قبل كده، يعني في اجزاء ممكن ما اتعملتش قبل كده، لكن برضه هي لا يعتمد عليها بالكليه. يعني انا بتكلم اللي احنا بنعمل بعض الاجزاء الصعبه، في جزء بلاستيك مثلا، يعني دراع، حاجات صعبه شويه او مش هنقدر نعملها. لكن لما نتكلم كمخترع احترافي بخش بالاختراع بتاعي ده
مسابقه او معرض دولي او بثبت فكرتي بيها. يعني مثلا انا اختراعي في الحل العربيه كحاجه ميكانيكيه، لا انا مش هعمله 3 دي برينت، رغم ان انا ممكن اعمله كتجربه اولى دي لنفسي. يعني هي التجربه دي بتبقى مفيده طبعا، لان انا يعتبر بفكر ومش عارف الفكره ابعادها لسه، هي متكونه في دماغي لكن بشكل مش كامل. لما ابدا انفذها على 3 دي برينتر وتبدا تتكون عندي واشوفها كده قدامي وبتتحرك، طبعا تبقى حاجه ممتعه جدا، وانا بكون مبسوط بالفكره وبقول اه فعلا اهي الفكره قدامي، فدي الفكره ناجحه. ابدا اخش على البلان اللي بعديها، اللي انا انفذ الفكره بجد واعملها يعني معدن زي ما انا عملتها كويس. لكن انا الفتره اللي انا كنت عملت فيها الاختراع لا، ما كانش فيها موجود 3 دي برينتر طبعا خالص كويس. فهي الماكينه ماكينه كفكره كانت ممتازه، وصلنا ليها ازاي برضو. انا احب ادور على النقط دي، يعني انا ما احبش اشوف حاجه مثلا او حاجه انبهر بيها وخلاص، لا انا احب ادور على النقط الداخليه. طب هي بدات ازاي؟ ايه النقط القوه اللي فيها؟ يعني طب ليه المكان دي ما اتعملتش من زمان؟ كويس، خلينا نخش على بعض النقط كده باختصار. الموتور ده موجود يعتبر في ماكينات الطباعه كويس، ماكينات التصوير كمان كويس. الموتور ده في ميزه اللي هو ممكن يديك حركه صغيره جدا كانها نبضه، يعني يديك حركه سنه بسيطه جدا، وهو فيه هنا زي مش تعريض كده يديك مثلا كل دقيقه مثلا حركه، يديك حركتين ويرجع وهكذا. في امكانيات انك تتحكم في الموتور غير زمان. زمان كان الموتور بيلف كتير، لا دي ممكن يديك ملي، يعني حاجه خطوه بسيطه. الموتور ده هو برضه داخل في الروبوت. ايه اللي خلى تكنولوجيا الروبوت تظهر غير زمان؟ لان الموتور زمان الموتور بيلف، عشان اخلي الروبوت يتحرك بسرعه جدا هيقع كويس. لما قدرنا نوصل للموتور ده اللي هو يتحرك سنتي او ملي او حاجه، يعني حركه بسيطه جدا كويس. الحركه البسيطه دي كانت سبب في امكانيه عمل الروبوت وحركه الرجل تقدر تمشي كويس. يعني تكنولوجيا الموتور ده كانت سبب في ال 3 دي برينتر، سبب في الروبوت، سبب في الروبوت ارم، سبب في السي ان سي، اسباب كتيره جدا معلش باختراع بسيط وهو الموتور. يعني برضو نرجع لفكره الاختراع والابتكار، خد بالك اللي ممكن حاجه تكون سبب في تكنولوجيا تانية انت لا تتخيلها. يعني الفكره بتاعت الموتور دي، يعني انا قعدت افكر في الموضوع، انا مش بعمل مكنه وخلاص، لا انا بفكر في التفاصيل. ايه اللي خلى الموضوع ده يتعمل دلوقتي؟ ليه ما كانش موجود زمان؟ هل الفكره كانت لسه، ممكن تكون الفكره كان لسه ما حدش وصل ليها بشكل كبير، لكن اهي كانت بدايه. هنيجي على السلك كويس. السلك اللي هو بيركب هنا اللي هو زي ده كده كويس، والجزء ده عارف الجزء ده موجود في ايه؟ مسدس الشمع. تعرفوا مسدس الشمع؟ مسدس الشمع بيسخن الحاجه وتبدا تسيح. هو ده نفس الفكره وببساطه جدا، اللي هنا فيه جزء تسخين بينزل فيه السلك ده بيسيحه، وبعد كده ينزله من نقطه زي الابره كده يبدا يتحرك يعمل خطوط رفيعه. فممكن نقول ده كمان كان البدايه بتاعته كانت مسدس الشمع. يعني الفكره نفسها كانها مبنيه في جزء التسخين ده على مسدس الشمع. دي اساس الفكره برضه كويس. يعني ده مهم، ده كل ده بيفيد دماغي وبيخليني افكر، واقدر انا بعد كده ممكن نبني افكار على بعضيها كويس. الكنترول بتاعه الكهرباء ده بيعتمد على بوردات، بيعتمد ممكن نعمله مثلا كمان باردوينو وهكذا. الاردوينو طبعا عارفينه، هو برضه بيعتمد السيستم بتاعه ينفع مع السمارت هوم اللي انا ممكن اتحكم في البيت وانور النور واولع النور وهكذا. شفت الفكرة الواحدة دي مطلعة كام فكرة وكام تخصص؟ نرجع لأول الكلام اللي أنا كنت ممكن أريح دماغي خالص وأشوف حد يعملها أو أستنى صديقي 3 أسابيع. إيه رأيك بقى؟ هل كنت أستنى صديقي 3 أسابيع ولا كنت أتعلم وأطلع بالمعلومات اللي أنا بقولها لك دلوقتي؟ أكيد المعلومات، عشان كده بقول لك اشتغل وابحث وجرب، وكل ما يكون عندك وقت اتعلم أكتر، ابحث في الحاجة، مش شرط تشتري كل حاجة، حاول تعمل حتى علشان نفسك، يعني اعمل حاجات واعمل تجارب علشان نفسك كويس. مش شرط كل حاجة انا عايز كذا عشان انفذ فكرتي، اعملها. انا عايز حد يساعدني، لا اتعلمها. انا عايز اسوق، اتعلم انت التسويق. كل ما تتعلم بيبقى عندك معلومات اكتر
وعندك حافز اقوى. غير كده معلش محدش هيساعد نفسه، محدش هيساعدك قصدي غير نفسك، يعني محدش اكتر واحد هيساعدك بقلب جدا مثلا في الميكانيكا زي اختراعي مين؟ انا اللي هساعد نفسي. في حد هيساعد نفسه وفي حد تاني هيساعده احسن منه؟ لا، نفسك هي اللي هتساعدك. كويس، فعشان كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم. دي 3D برينتر، ودي كانت احد المكانات اللي احنا نفذناها هنا. الحمد لله في تجارب تانية كتير ان شاء الله هبكلمكم عنها بعدين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.